السلام عليكم لا فامي، معكم سفيان اي كي اي سكاو رابور ود اس في، واللي معروف كي تيش حاجه من والو، وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا من القدام ان شاء الله. بيس. بالنسبه لشنو هو البروبليم في اس في بالضبط، ملي كيجي رواطه ماشي قاره اخرى كيجيو هنايا وكيوقعوا مشاكل، ولا اس ما كتقبلوش ديك اللعيبه غتجي نتايا من شي بلاصه اخرى، ولا تكون كاع ود المدينه وتبغي تطبقها عليهم هاك المونطاليتي دايره بحال هكا. باغ اكزومبل انا ديك النهار حاضر سيغ سين، ملي كان طوطو هنايا ما فهمتش هو كيبقى فري سيغ سين ديك داكشي اللي بغا، وبحال بغا يتصور ولا ما عرفتش، المهم هو يبقى حر كما قلت لكم. ولاد اس ما عجبهمش داك الديكور طبقوه عليه وكلا وقايله العصا، المهم وقعوا مشاكل. شنقدر نقول لك حليوه كون دار ديك اللعيبه هنايا ضرب الميكرو في اسفي با يقدر يخرج شي حي ولا شي لعبه بحال هكا، راه حنا براسنا كنلقاو مشكل ولاد مدينه وكنلقاو مشكل، داكشي علاش مازال ما بناش ونتمنى هاد اللعيبه تبدل. وبالنسبه للبروجي الاخر اللي كان مع الفريمان بي سي بهاد المنبر هذا، بروجي سميتو صوري ماما، عجب بزاف ديال الناس كتحس بالفيلينغ في داك التراك. صوري ماما ماما ما بقيت انا كتما كتماك من الحشيش، هادشي اللي بغاو هما يشوفو فينا ضعنا في حياتنا خويا ربي يشوف فينا. صوري ماما ماما ما بقيت انا كتما كتماك من الحشيش، هادشي اللي بغاو. وبالنسبه لاسفي راه ما اللي جيت ندور ما غنساليش، كاينين روابا كيسالو يديرو بلاصتهم بزاف، بحال الفريمان اللي جبت لكم دابا بحال دي برو بحالي انا بحال بزاف ديال الدراري، المهم الدراري كيخدموا من نيتهم ويسالوا، وان شاء الله راه نعطيك عام غيبانوا على الاقل ثلاثه الدراري من الدراري هادو. والحاجه الوحيده اللي ناقصه الدراري هو السيبو. دابا علاش ملي كتشوف الشاشه ديال الراب المغربي كتسمع كازا فيس، مؤخرا كتسمع طنجه، وكي اسفي باقي اسفي ان شاء الله هاد العام نعطيكم افونتاج ديال العام وان شاء الله الدراري غيبانوا. المهم كيفاش بدات لي استوار مع البروفيت؟ في البدايه كنت لحق تراك انا قبل بشهرين اللي سميتو بيكالتي كيعرفوا لي فونز. المهم داك البروجي كان في لا ميكستيب تلاح، جاوني بزاف ديال الميساج مع الدراري كانه تانسبيرا منه وداكشي. المهم دخلت شفت البروجي لقيت بزاف اللعيبات تخادو ورا الدراري شادين على هادشي، صافي انا شفتو اليوم كتبتو غد الليل تميكسا لافيش العشرين تلاح ابري، وكان نشوف الصداع ومشاكل ودابا راه بيس شي اللي كاين. وبالنسبه لي إيه لان الحاجه الوحيده اللي ما فهمتش هي كانت فان، كنت كنشوف لي سطاوره ولعيبات كانت فان ديال واحد الصاط واحد الوقيته كيبان لي كليب ولعيبات، وانا هادي اللي ما فهمتش امبوسيبل تكون فان بالليل ونهار تولي رابور. رابور ما ساهلاش اصاحبي، تقدر تكون رابور تسميه دار خدمه ربي ممكن يدخل بها طافت الخبز وكيعيش بها. بون شكون القاد هو ليا في الراب المغربي؟ غنقول لك ولاد مدينتي شايفين علاش قاش هما بداو بناقص 100 ووصلوا 100 دابا الحمد لله، وهذا شرف لينا ولاد مدينه. دايره تقاتلو سجلوا بوالو ناس في الزنقه وكذا، ودابا ملي كتسمع سميتهم كتعطيهم واحد الريسبي اللي كيعطي المغرب كامل ليهم. وبيس صرنا طافينا يا ويا عيت ما نقول صافي ويا غالخبز حافينا يا ويا طيحت كتافي فاس ويا كنقول ويا مصابو خقام مصوبه ماما اللي في قلبي. بالنسبه للبروجي كنقول وياه اللي سميتو وياه، داك البروجي الصراحه يستاهل يبان وغيبان ان شاء الله. علاش انا كنحط واحد البروجي اللي ما كنمزكش واحد في واحد البيريود وغتسالي، واحد البروجي نقدر نحطو اللي من هنا ل 10 سنين عادي يبان وما عنديش مشكل حقاش كنثق في المنتوج ديالي. وبالنسبه لوياه هذاك البروجي راه تريكوردها في الدار ما تريكوردهاش في الاستوديو، والكليب راه دايره في ساعتين تورناج وداك الشيء الحمد لله طلع راضي علي انا 100% واللي عجب ولاد اس في واللي مزكم واللي باقي الان كندوز وكنسمع فيه. وبيس بون كلمه اخيره كنبغي نوجه اكبر تحيه لجريده اش واقع، الشكر بزاف قاش ناداوني اليوم وداكشي. والدراري العشرين كنقول لكم ان شاء الله راجعين بروجيات مفرقعين من القدام والله ميكس تيب قولي جوج تراكات، والتراك الاخر ان شاء الله اللي غيتلاح دابا سميتو ما راضيش قريب ان شاء الله يتبيب ليا. وبيس ليكم نريسكاوجا بيس.